واحد السيد دخل دارو لقى ولادو لاعبين الكاراتي، قال لهم قدكم راه تزوجوا داروا الاولاد. قالوا لي راه داكشي علاش لاعبين الوالد، راه واحد البنت عجبانا بجوج واللي ربح غادي تزوجها. قال لهم شكون هي هاد البنت هاد؟ قالوا لي بنت الحاج المعطي. قال لهم ديك الطويله اللي عينيها كبار وشعرها طويل. قالوا لي هي هذيك الوالد. قال لهم والله تتعاودوا التعزيله والله تانا لاعب معاكم. وواحد الياباني قال لواحد المغربي حنا كنطبعوا مليون كتاب في العام. هو يقول ليه المغربي تا حنا كنطبعوا 30 مليون دلاحه في العام ياك غير طبيعي طبيعي. وواحد المراه ولدات وخوه عنده شي 5 سنين وكيبكي وكيتركل وكيقطع في حوايجو. قال لهم والو سميو سبونجي بوب. والله يخليكم خصني شي شخص في حياتي انا ندير المشاكل هو يتحمل المسؤوليه. وواحد الفاسيس سولوه قالوا لي عيد المراه قرب اشنو كيعجبك في المراه؟ ويقول لهم واش المراه بالدجاج ولا المرأة باللحم والبرقوق؟ وواحد الراجل كيتفرج هو ومرته في التلفازة ما بيهم ما عليهم. واحد شوية هو يسولها ويقولها فاش كتفكر يا مدام؟ قالت لي كنفكر في هذاك الشيء اللي كتفكر فيه انت. ويجبد عليها بواحد التمرة ما يقامر من الحق. قال لها هي باغا تزوجي عليا يا بنت الحرام. وواحد السيد جالس حدا دارو وحط يدو على حنكو وساهي وحط حدا واحد كاس ديال القهوه نص نص وشي ساعه هو هكاك. واحد جارو وحاضي شويه هو ينزل عندو هذاك جارو شد هذاك كاس ديال القهوه وهو يقرقرو شويه هو يسولو قال ليه مالك اصاحبي من قبيله وانا كنشوف فيك كتخمم وساهي. ويقول لي واه سيدي اللي درت فيها يديا ما كتصدقش ليا وتا حاجه ما بغات تقاد تا من هذاك الكاس ديال القهوه راني درت فيه السم وبغيت غير ننتحر انت شربتيه. ووحده مخاصمه مع راجلها ويا تحت الغدا ويقول لها ايوا تعالي تغداي. قالت ليه ما قاداش ما عندوش منين يدوز ليا. ويقول لبنته الصغيره اجا بنتي تغداي معايا. هي تقول لي لا بابا انا راه تغديت مع ماما في الكوزينه. واحد السيد دخل دارو لقى ولادو لاعبين الكاراتي، قال لهم قدكم راه تزوجوا داروا الاولاد. قالوا لي راه داكشي علاش لاعبين الوالد، راه واحد البنت عجبانا بجوج واللي ربح غادي تزوجها. قال لهم شكون هي هاد البنت هاد؟ قالوا لي بنت الحاج المعطي. قال لهم ديك الطويله اللي عينيها كبار وشعرها طويل. قالوا لي هي هاديك الوالد. قال لهم والله تتعاودوا التعزيله والله تانا لاعب معاكم. ووحده قالت لخطيبها مكياج ديال العرس غادي يطلع ب 5000 درهم. قال لها دابا غير اختاري واش نصبغوا الدار ولا نصبغوا وجهك. وبشعيب بغا يتزوج طلبات ليه 5 مليون في الصداق. قال لها هاكي 5 مليون. شدات 5 مليون حرقات بهم الطاليان هي وصاحبها نور الدين. دابا راه بشعيب راه في الانعاش كيفيق يزغرت ويعاود يرجع ينعس. وسول صاحبو قال ليه واش بصح عمك مات؟ قال لي مات مسكين مات. قال ليه والبركة في راسك اخويا البركة في راسك. قال لي ما مشى معاك بس شوية هو يسولو عاوتاني هو يقول ليه واش كان خدام هاد عمك هذا؟ قال لي مسكين كان حفار ديال القبورة.
ويقول لي واش شفتي اللي تيحفر الخوش يحفرها تيطيح فيها. قال لي سير الله يخبر لامك الشقف. ومرت السنوات ونحن ندرس كيف تكتب الهمزة. في الاخر اتضح ان الهمزة لا تكتب بل تضرب. وواحد المغربية سولها راجلها قال لها اشنا هي احسن لحظة فرحاتك في العلاقة ديالنا؟ قالت لي نهار حصني معاك خويا وتهلا فيك بالتصرفيق والتمرميق. وواحد الياباني قال لواحد المغربي حنا كنطبعوا مليون كتاب في العام. هو يقول ليه المغربي تا حنا كنطبعوا 30 مليون دلاحة في العام ياك غير طبيعي طبيعي. وواحد السيد حل البلاكار ديال مرتو ويلقى التصويرة ديال واحد الشاب ما عرفوش ويقول قبل ما نظلمها خصني نمشي نتبرى ليها من البا. مشى عند با هو يقول ليه شوف الحاجة اش لقيت في البلاكار ديال بنتك. الحاج هو يشوف هذيك التصويرة ويبقى كيضحك. ويقول لي الحاج واش هادشي فيه الضحك؟ ويقول لي الله يهديك يا ولدي هادي راه مرتك نادية من اللي كانت في الإعدادي. وواحد الفاسي شولو والله إلا محتاج شي شخص في حياتي شي شخص في حياتي. طيب شي نادي ما